surprise. Nice clubhouse. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو فيلم فاست اند فيوريوس 9، الجزء التاسع من سلسله افلام ذا فاست اند فيوريوس. سلسله افلام فاست اند فيوريوس انا بالنسبه لي يعني خلاص تقريبا وقعت، ما بقتش يعني ليها اهتمام قوي زياده عن، يعني ما بقاش ليها اهتمام كتيره جدا من ناس كتير جدا كان فانز ليها على مدار السنين دي كلها بتاعت السلسلة. مجرد السلسلة بقت عبارة عن، زي ما كنت قايل قبل كده في فيديو من الفيديوهات، انها بقت عبارة عن هبد، ومجرد ان هما بيحشوا مشاهد اكشن وخلاص، وبيعملوا اي حاجة او بيخترعوا اي ستوري لاين علشان يقدروا يجيبوا فلوس باي طريقة ما، لان فيلم كقصة خلاص. يعني انا بالنسبة لي فاست اند فيوريوس انتهى، وقبل ما ادي اصلا يعني درجة توقع للفيلم، معرفش بصراحة، حاسس ان درجة توقعي برضو هتبقى قليلة، مش هتبقى كتيرة. انا بالنسبة لي فاست اند فيوريوس انتهى عند فاست اند فيوريوس الجزء السابع مع موت بول والكر. غير كده الجزء الثامن بصراحة كان سيء سيء بطريقة مش طبيعية بالنسبة لي. انا ممكن الناس الثانية كان حلو، بس انا بالنسبة لي الجزء الثامن كان وحش جدا جدا جدا. الجزء ده، الجزء التاسع هينزل السنة دي في مايو، عندنا هيشارك البطولة طبعا كالعادة في فين ديزل وجوردانا بريستر، وفي كمان تشارليز تايرون، وفي معانا الجزء ده جون سينا، وعندنا هيلين ميرن وميشيل رودريغيز طبعا من الأجزاء القديمة. وسمعت كمان ان هيبقى في لوكاس بلاك اللي هو نفس الولد اللي كان عامل طوكيو دريفت. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون محمساني في الفيلم ده ان المخرج هو جاستن لين، نفس المخرج اللي كان عامل معاهم طوكيو دريفت، وهو نفس اللي عمل معاهم فاست اند فيوريوس بتاع 2009 اللي كان الجزء الرابع تقريبا، وفي فاست 5 وفيوريوس 6، هو اللي عامل معاهم كذا جزء. يعني في احتماليه كمان كبيره جدا ان هو يخرج الجزء العاشر اللي هينزل، اصل لسه في جزء عاشر هينزل في 2021 او 2022 لسه مش عارفين يعني. وانا بصراحه بحب المخرج ده، يعني انا شايف من المخرجين اللي شاطره جاستن لين هو وجيمس وان. ده ممكن تكون حاجه من الحاجات اللي ممكن تكون محمساني للفيلم. طبعا عدم ظهور دروك في الجزء ده، وفي طبعا تايريس جيبسون، انا نسيت اقول في تايريس جيبسون في الجزء ده برضو. دروك طبعا مش هيبقى موجود في الجزء ده، لان سمعت ان كان في او قريت يعني ان كان في تاتشات ما بين دروك وفين ديزل، ان هما ما بيحبوش بعض وكده، فدروك مش هيظهر في الجزء ده. وتقريبا برضه هيبقى فيه لودا كريس برضه نفس اللي كان موجود قبل كده. بس هنشوف دلوقتي التريلر طبعا كالعاده، ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. I used to live my life a quarter mile at a time. I will always be in your heart. Little Brian, I have a gift for you. Your daddy gave me this. Now I'm gonna give it to you. It's very special. All right, Dom. What's next? And mine. Just caught up to me. Been a long time, Dom. Assassin. High performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Smarter than Dom. Stronger than Dom. Let's get to work. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. Tell
me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! Oh, hell no. Nice clubhouse. اوكي عندي كلام كتير عايز اقوله بس انا معلش بس هو هان رجع تاني ازاي؟ هو مش هان كان مات؟ مش فاهم حاجه. هو هان كان مات في فيوريوس، هو الاول هان كان مات في طوكيو دريفت. في معلومه ممكن في ناس كتيره جدا ما تعرفهاش، او في ممكن ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش. الاجزاء بتاعت فاست اند فيوريوس بتاعت 4 5 6، تمام؟ 4 5 6 ده الثلاث اجزاء دول بريكوال للاجزاء بتاعت 1 2 3. انت لو فاكرين ان هون كان مات اصلا في طوكيو دريفت في الجزء الثالث، وبعد كده ظهر تاني من اول الاجزاء 4 5 6، وبعد كده جابوا لنا تاني لما هو مات في فيوريوس 6 في الاخر. فده يقول لك ان ده كل ده كان بريكوال للاجزاء الاولى، يعني كل ده كان بريكوال لطوكيو دريفت. يعني الاجزاء بتاعت 4 5 6 كان بريكوال لطوكيو دريفت، وبعد كده هو هنا رجع تاني. انا ما اعرفش هو رجع تاني، انا برضو مش قادر افهم. ان اخر مره كنا شفناه في فيوري 6 كان مات، كانت اتقلبت بيه العربيه. اللي كان قتله كان جيزن ستيثم لما العربيه قلب له العربيه والعربيه انفجرت. فانا ممكن يكون هرب قبل ما العربيه تكون انفجرت، معرفش صراحه. فده شيء انا مستغرب منه جامد يعني. بصوا هكون صريح معاكم، اللي عاجبني ان المخرج زي ما قلت جاستن لين. الريتم بتاع الاغنيه، الايقاع بتاع الاغنيه في التريلر كانت حلوه بصراحه. مشاهد الاكشن انا شايف في مشاهد اكشن احسن بكتير من الجزء اللي فات. انا بصراحه ضد فكره ان تشارليز تايرون تبقى موجود اصلا في السلسله دي مع اي، يعني في المجمل عامه انا شايفها ككاركتر تشارليز تايرون مش لايقه خالص في سلسله الافلام بتاعت فاست اند فيوريوس نهائي. مبسوط جدا ان موجوده هيلين ميرن، هنشوف منها حاجات كتيره جدا انا متاكد. الاولى بتاع طوكيو دريفت ده برضو مبسوط ان هو موجود. مفاجأة بالنسبة لي هون ان هو رجع تاني عايش. وجون سينا بصراحة انا بصراحة بكره تمثيل جون سينا، بكرهه، مش بعترف بيه انه كان ممثل، هو اخره فعلا مصارع حرة. بس وجوده في الفيلم ده حاسس ان هو هيعمل جو بصراحة، يعني هيعمل شغل فيلن هيبقى كويس يعني. على الرغم ان انا مش متوقع كتير قوي من الفيلم ده، على قد ان هو ماشي فيلم كويس ممكن الواحد يخش يتفرج عليه بوب كورن موفي من الاخر، تخش تستمتع او تخش تفصل دماغك ساعتين تتفرج على الفيلم ده، شويه اكشن شويه كوميدي شويه سسبنس مش عارف ايه والكلام ده كله كالعاده. فاست اند فيوريوس ساجا ماشيه بنفس الريتم في كل الافلام ما عدا اول كام جزء اللي كانوا بالنسبه لي كان احلى الاجزاء. الفيلم هينزل 22 مايو في امريكا، ما اعرفش في مصر هينزل امتى، بس اكيد طبعا هينزل تقريبا هينزل في مصر الاول وهينزل بعد كده هينزل في امريكا، لان الافلام في مصر بتنزل يوم الاربعاء وفي امريكا بتنزل يوم الجمعه. في افلام كتيره جدا خارج مصر بتنزل الاول في مصر وبعد كده بتنزل امريكا، يعني حتى زي افلام يعني ليها وضعها، يعني زي مثلا فيلم جوكر نزل هنا في مصر وبعد كده نزل في امريكا، زي فيلم افنجرز اند جيم او انفينيتي وورد نزلوا هنا في مصر الاول وبعد كده نزلوا في امريكا بعدها بيومين. التريلر مغذية يعني، التريلر فيه يعني التريلر طويلة قوي بصراحة، 3 دقايق و50 ثانية يعني. حرقوا الفيلم تقريبا كله، بس قشطة يعني، ممكن الواحد ممكن يتفرج عليه يعني، ليه لا يعني. على الرغم ان انا مش عايز ادي توقع زيادة عن اللزوم في الفيلم، لان يعني هو ده اللي انا منتظره يعني. انا يعني whatever اللي هيحصل في الفيلم مش حاببين mind blown يعني، لان كده كده انا عارف ان في جزء العاشر، فبالنسبة لي هيبقى عادي يعني. وانا بصراحة السلسلة زي ما انا كنت قايل، السلسلة كانت لازم تنتهي مع موت بول وولكر. بعد ما شاشة النهاية كانت مكتوب في الاخر ريب بول او فور بول، كانت مفروض السلسلة تنتهي على كده. غير بقى كل اللي جه بعد كده ده كان مجرد زي ما انا قلت حشو واكشن اي كلام يعني. بس قشطه يعني، ما فيش مشكله برضو ممكن الواحد يتفرج عليه.
بس انا متوقع ان الفيلم ده هيبقى احلى من الجزء اللي قبليه. الجزء اللي قبليه بصراحه انا بالنسبه لي كان سيء 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 بكل حاجه، ككوميدي وكاكشن وكستوري لاين ككل حاجه. نسبه ترقبي للفيلم ده هي 6/10، مش اكتر من كده. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.